مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو رمضان. سؤال حلقة اليوم اللي اختاريت لكم، وكيف ما كنعرفوا في رمضان بزاف ديال الناس كيتعصبوا، وكاين بعض الأزواج اللي كيتعصبوا على الزوجات ديالهم. لذلك اليوم نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا العيالات واش راجلك كيتعصب عليك في رمضان. أجيو تابعوا معنا. لا ما كيتعصبش عليا نهائيا، هو خدام كيخرج في الصباح وكيجي حتى الفطار الحمد لله. شنو غنقول لك، رمضان شهر العبادة، الإنسان ما خصوش أصلا يتعصب. الشيء اللي كنعرف انا ولا بدا واي حاجه بسيطه باش نقول لك، وعلى الساعه ولا المغرب ولا شي حوايج عاديين. لا شويه واحد كيدخن الله يعفو عليه، صافي هذا هو. لا عادي بالعكس، تعصبش اصلا لحقاش. كنقول انا الاغلبيه اللي كيدخنوا داك الشيء ملي كيكونوا مقطوعين، ما هو عاد الحمد لله بينو وبين اللي خلقوا زعما كيصلي كي الحمد لله. لا الحمد لله انا عادي كيجيني عادي بدا والله. سوء التفاهم كيكون في الايامات العاديه ومن غير الايامات العاديه، هذا الشيء عادي الحمد لله. لا عادي الحمد لله. لا يا حبيبه لا كتعصبش. لا والو كيف دائما الحمد لله الشكر لله. راجلي الله يعمر ليها الدار، يا بغيت سيدي ربي يشافي ليا. هو يا الحبيبه ديالي، هو ما كيصومش، مسكين مريض عنده السكر، ولكن الحمد لله الشكر لله. الحبيبه ما عرفت حتى العيالات واعرين، حتى هما العيالات حتى هما ويلي سيدي ربي. حتى هما الحبيبه كيتعصبوا والله العظيم. ما الراجل المسكين راه كيخرج كيجيب لها ما تاكل ما تشرب مع وليداتها وكل شيء، علاش يطاس؟ لا الحمد لله والله العظيم الشكر لله تبارك الله الحمد. لا صراحه ما كيتعصبش عليه، لا نهائيا. لا ما كيتعصبش عليه، كيبقى هو صراحه شوم عليهم صراحه. ما خاصهمش يتعصبوا على عيالاتهم وبزاف ديال الحوايج، المراه كتبقى غير مراه. لا ما كيتعصبش نهائيا، كارم برمضان ولا بلا رمضان. ما عمرو زعما تنيرف على شي حاجه اللي غنقول قلقات، يعني عندي عادي كالم. وما لا ما تيكمش، تيصلي صافي، كيجي من التماره كيتوضى يصلي يمشي يتكى شويه. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا بان الاجوبه كانت مختلفه، فبعض النساء قالوا بان رجالاتهم ما كيتعصبوش عليهم، ولكن بعض النساء قالوا بان رجالاتهم كيتعصبوا عليهم بزاف في رمضان. وصلنا الى نهايه الحلقه هذه، كنضرب لكم موعد الحلقه الجايه. الى اللقاء.